ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنشرح نوعين جداد من انواع الاساليب وهما النداء والامر. تعالوا نشوف اول نوع من انواع الاساليب وهو نوع النداء، اسلوب النداء. اول حاجة اسلوب النداء بيتكون من ثلاث حاجات: اداة النداء والمنادة وطلب النداء. يعني ايه؟ يعني اداة النداء دي اللي هي يا. انا لما بحب انادي على حد بقول يا يا، وبعدين بقول اسمه، زي مثلا اول مثال يا محمد. طيب بعدين هنادي عليه وخلاص، مش هقول حاجة، لازم اكون بنادي عشان هطلب حاجة. طيب يا محمد اسمع الكلام، يبقى يا هي اداة النداء ومحمد هو المنادى وطلب النداء هو اسمع الكلام، يعني الحاجة اللي انا عايزاها منه، عايزاه يعمل ايه؟ يسمع الكلام. طيب تعالوا نشوف مثال تاني. يا بلادي عيشي حرة، ده برضو اسلوب نداء. يا هي اداة النداء وبلادي هي المنادى وعيشي حرة هي الحاجة اللي انا عايزاها تعملها. طيب يبقى يا هي أداة النداء. أول ما الاقي يا في أول الجملة أعرف على طول إن ده أسلوب نداء. يا محمد، يا علي، يا بلادي، كل دي أساليب نداء. تاني هقول أسلوب النداء بيتكون من ثلاث حاجات: أداة النداء اللي هي دايما دايما بتكون يا، والمنادى الحد اللي أنا بنادي عليه، وطلب النداء اللي هو الحاجة اللي أنا عايزاها من الشخص اللي أنا بنادي عليه. يبقى أول ما الاقي في أول الجملة أداة النداء يا، أعرف على طول إن ده أسلوب نداء. تعالوا نشوف الأسلوب التاني وهو أسلوب الأمر. أسلوب الأمر دايما بيبدأ بفعل أمر. يعني إيه أمر؟ يعني أنا بأمر حد إنه يعمل حاجة، زي ما أقول لحد استيقظ، زي ما اقول لحد اسمع او تكلم او اجلس او كل او اشرب، انا بأمره انه يعمل الحاجة دي. يبقى دايما اسلوب الامر بيبدأ بفعل امر. طيب وقلنا اسلوب الامر هو ايه؟ انا بطلب من حد ان هو يعمل حاجة. اول مثال استيقظ من النوم مبكرا، يعني انا بأمر حد ان هو يصحى من النوم بدري. تاني اسلوب، تاني جملة اسمع كلام ابيك، يبقى بدأنا برضو بفعل الامر اللي هو اسمع. يبقى اول ما الاقي جملة فيها حد بيطلب مني ان انا اعمل حاجة واولها فعل امر، يبقى ده اسلوب امر. هنعرف نفرق بين اسلوب النداء واسلوب الامر؟ يلا نحل الاسئلة. احنا دلوقتي هنقرأ كل جملة، والمطلوب مننا ان احنا نعرف الجملة دي فيها اسلوب ايه؟ اسلوب امر ولا اسلوب نداء؟ اول جملة بتقول اجتهد في دروسك، هو الجملة دي اولها يا اللي هي بتاعت النداء؟ لا مش موجودة. طب اولها فعل امر؟ اجتهد، هو في حد بيأمرني او بيطلب مني ان انا اكون مجتهد او اجتهد في دروسي، يعني اذاكر. يبقى ده اسلوب ايه؟ نداء ولا امر؟ اسلوب امر. تاني مثال يا محمد اكتب الدرس. يا انا ماليش دعوة بقى الطلب اللي بعد كده هو ايه، اهم حاجة انه في الاول جت اداة النداء اللي هي يا. يبقى طالما جت في اول الجملة اداة النداء اللي هي يا، يبقى على طول وانا مغمض اعرف ان ده اسلوب نداء، هو كده انا بنادي على حد. طيب المثال اللي بعده يا ياسمين انتبهي للشرح، اول حاجة جت ايه؟ اداة نداء، يبقى وانا مغمض ده اسلوب نداء. اخر مثال قل الحق، يعني قول الحق، يعني ما تكذبش، قول الحق. انا كده بطلب من حد حاجة ولا بنادي عليه؟ بطلب منه ان هو يقول الحق. يبقى
طالما بدأت بأسلوب بفعل أمر يبقى ده أسلوب أمر. وبكده حبايبي احنا شرحنا يعني أسلوب النداء وأسلوب الأمر. شكرا لكم.